إذا موتك لا تعلم متى يأتي. إذا من مات فقد قامت قيامته. وقد سأل رجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة، فقال ماذا أعددت لها؟ معليش أنا قلت لك ساعة تقوم كذا وكذا، ما وش وجدت ليوم القيامة؟ إذا ماذا أعددت للموت؟ يعني ما بعد الموت؟ كما قال الشاعر: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء. العبرة بالحساب وليس بأن تموت أو لأنك ستموت في نهاية المطاف، العبرة بالحساب. ولهذا كان أكثر ما يشغل الصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات الختام، بماذا يختم لي ولك في هذه الدنيا، متى تموت وعلى أي هيئة تموت، على أي هيئة تموت. وإذا سمع الصالحون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري وهو من أخوف الأحاديث، أنه قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. إذن هذا أمر مخيف، ولكن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، وهنالك أسباب لهذا الشيء. ولكن في الجملة الخوف من سوء الختام والحرص على حسن الخاتمة، هذا أكثر ما يشغل العاملين والعاملات. يعمل فلا ندري ماذا ينتظر الذي لا يعمل، ما يصليش ولا ما يصومش ولا ما يزكيش ولا يدير في الأمور المنكرات. إذا كان الذي يعمل للآخرة وأكبر همه حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، فماذا يفعل الذي لا يعمل أصلا والعياذ بالله تعالى؟ إذن حسن الختام ما هو؟ هو أن يوفق العبد المؤمن والمرأة المسلمة في آخر عهده بالدنيا إلى علامة من علامات حسن الخاتمة، حتى لا أقول إلى عمل صالح، لأن عمل صالح هذا علامة من العلامات، ليس برك العمل الصالح اللي يخليك تكون صاحب حسن الخاتمة. أقول في التعريف حسن الخاتمة هو أن يوفق العبد في آخر حياته وآخر عهده بالدنيا خارجا منها وداخلا في الآخرة إلى علامة من علامات حسن الخاتمة. هنالك تبلو كل نفس ما أسفت كما في سورة يونس، يعني كان هنالك هنا عن الآخرة عند الحساب، ولكن الآخرة تبدأ بالموت عندما يبشرك الملائكة كما في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هنا تحتاج إلى الآية التي في سورة إبراهيم في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن مموت تقعد دائما خائف وجل، ما تتكبرش على الناس إذا راك عندك شيء من العبادة. بعض الناس طريقة مشيه تقول السيد راه في الفردوس وإحنا رانا في الدرك الأسفل من النار. سبحان الله، ذرة من التكبر تديك للنار، خلي انت عندك قناطير مقنطرة. يا سبحان الله، السلف الصالحون كان الخوف ظاهر على سلوكاتهم، متواضعين وما يتكبر، يبات قايم الليل وصايم النهار ويشوف يروحوا أسوأ الناس. واحد ما هو لا في العير ولا في النفير ويتكبر ويتطاول، مصيبة، ابتلاء هذا في الحقيقة. إذا قلنا الذي يشغل الناس: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير أطال النفس في الكلام والاستدلال في هذه الآية 10 صفحات كاملة، يتكلم في الأحاديث والآثار التي تتعلق بتثبيت الله للعبد يوم القيامة. وإن كان النبي في حديث أبي هريرة قال: هذا التثبيت يكون عند سؤال الملكين في القبر، يثبتك ربي تجاوب، هذا هو يثبت الله الذين آمنوا. ولكن قبل التثبيت في القبر كاين شيء يسبق، والحديث في البخاري من حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وجاء في الحديث: ولقاء الله يكون بعد الموت، بعد ما يعاين كما قال ابن حجر والنووي وغيره، ما يعاين المسلم أن الملائكة الذي نزلت من السماء هي ملائكة الجنة، يشدوه للجنة ثم يشتاق ويحب لقاء الله. بينما الذي يرى أنه هالك والعياذ بالله فيريد أن يعود إلى الدنيا ومتمسك بها وراكن لها وخالد فيها، يعني يخلد إليها أقصد، وليس الخلود بمعنى الإقامة المدة الطويلة. إذن شفت الموضوع كيف، لو توقفنا على جزئية يثبت الله الذين آمنوا جمعة وجمعتين. أنا أقول باختصار شديد الذي يشغلنا الآن نريد أن نذكر بعضنا مرة على مرة علامات حسن الخاتمة، كيف توفق إلى حسن الخاتمة، كيف يبشرك الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا،
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهناك قصص كثيرة في ظهور هذه العلامات والبشارات على وجوه الميتين والميتات. لكن احنا قلنا ما هي العلامة الدالة على أنك واقع في حسن خاتمة؟ ما رواه الإمام أبو داود وغيره بسند صحيح الألباني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في لفظ ختم له بها دخل الجنة، لا إله إلا الله. كل الناس ما قرأوا، ما دخلوا مدارس لا جامعات، ما عرفوا أمور يعني دقيقة في العلم، وماتوا شهدوا علم الله منهم خيرا فوفقهم إلى ذلك. لا إله إلا الله. وسنذكر إن شاء الله ربما الجمعة لاحقة إن قدر الله ذلك، نتكلم على العكس تاع حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، كيف ختم لبعض الناس والعياذ بالله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحمد لله المسلمين جميعا لما يحضرون ميتا، يعني نقول ميت باعتبار ما يؤول إليه، هو مازال حي ولكنه يحتضر، تجدهم يلقنونه الشهادة ويشيرون إليه بالإصبع، معليش المهم باش تفكروا. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، مش تبدا تجيب له صبعه باش ندير له امبرنت البصمه على كاش حانوت ولا تشاب تراب ولا. لقنوا موتاكم لا اله الا الله. الحاله الثانيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اراد الله بعبد خيرا، والحديث عند الامام احمد بلفظين مختلفين وعند الترمذي وغيره من اصحاب السنن، اذا اراد الله بعبد خيرا عسله، وفي روايه استعمله، وفي روايه طهره. اذا حب لك ربي الخير يستعملك، أو نقول يعسلك. ولهذا كان الشيخ الألباني من أحسن إليه شيء قال: عسلك الله، يعسله أو يطهره. كيف يعسله يا رسول الله؟ كيف يطهره؟ كيف يا رسول الله يعني يحصل على هذا الفضل وهذا الفوز؟ قال: يوفقه، وفي رواية يهديه، وفي رواية يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. إذا أراد الله بك خيرا، ربي راه من الأعلى وراه شايف راح تموت، مازالك ساعة وتموت، يوفقك إلى عمل صالح يقبضك عليه، تموت وأنت على عمل صالح. ما هو العمل الصالح ممكن تموت عليه؟ قد تموت محرما ملبيا بالحج أو بالعمرة. الرجل الذي مات وقصته دابته فمات فقال: كفنوه في لباس إحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وليس مغنيا وليس مرابيا وليس سارقا وليس مرتشيا وليس سبابا شتاما ولا كفارا ولا غير ذلك، فإنه يبعث يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك. عمل آخر، قد يموت الإنسان صائما في رمضان ولا في غير رمضان، وفي حديث: من صام يوما ابتغاء وجه الله فختم له به دخل الجنة. أبشر، راك صايم تموت تروح الجنة بإذن الله، رمضان ولا غير رمضان. كذلك من الأعمال الصالحة إذا ختم لك بصدقة، راك داير في جيبك درهم وخارج باش تصدق، سواء في جامع ولا مديه من واحد فقير ولا مديه من جمعية ولا راح نويت الدرهم في جيبك وراك خارج، ولا قفة ولا حاجة فيها يستفيد منها الذي تقصده بها، متت وانت رايح هذا الشيء، ختم لك بهذه الصدقة دخلت الجنة. تميت ساجدا في الصلاة قارئا لكتاب الله، دائما تقرأ كتاب الله، ما تكونش هذه أمور صدفة، مش معقول واحد ما يفتحش المصحف إلا في رمضان، ولا في رمضان ما يفتحوش، وتريد أن يموت وهو فاتح لكتاب الله. قدر ربي يعني من منه فضل، احنا ما نمنعوش رحمة ربي، مش كما بالناس اللي ماذا بتحسوا ماذا به تروح للنار. لا لا سيدي، الجنة واسعة وماذا بنا نروح الناس كل، حتى اليهود والنصارى يدخلوا الإسلام ويروحوا الجنة، وراه المشكل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والجنة واسعة. ذاك الأعرابي اللي قال لما زعف من الصحابة وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، فضحك النبي قال له: يا رجل لقد حجرت واسعا، الجنه واسعه وانت ضيقتها، ندخل غير نموت الجنه. ها هو المنهج تاع النبي يا سي محمد، لك تبع زعما في السلف الصالح، قال: لقد حجرت واسعا، الجنه واسعه فليدخل الجميع، ولكن لمن يستحق دخول الجنة بفضل الله عز وجل وكرمه. إذا قلنا إنه يوفق إلى عمل صالح يعسله، على فكرة معنى يعسله في اللغة كما ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة وغيره من شرح الحديث، معناها جاء في الحديث الطبراني أصلا قالك حتى يرضي عنه من حوله. إيش معنى هذا؟ معناه أنه لدرجة أنه كيموت يقعدوا الناس يذكروه، شوف الفلان اللي مات صايم في رمضان، فلان مات ساجد، فلان مات يقرأ في القرآن، مات في الحج في العمرة. إذا هذا الذكر الطيب الحسن هو التعسيل من العسل، تعرف العسل لما يعسل حاجة تولي حلوة، يعني يعسلك رب العالمين بالذكر الحسن والطيب. هذه هي بشارة من بشارات المؤمنين والمؤمنات. إذا كذلك هنالك أمور
ليس لك فيها يد أصلا، وتكون سبب من دخولك الجنة ومن علامات حسن الخاتمة، هي الموت ببعض الأمراض، بعض الأنواع من الأمراض ربي سبحانه جعلها شهادة. إيش هي الشهادة؟ يعني مختوم لك بحسن خاتمة، حتى شبهك بشهيد تاع الجهاد تاع الحرب مع الكفار طبعا. إذا من ذلك داء السل كما في الطبراني، السل شهادة. السل هو التيبركيلوز. أقول لك هذا فرنسي راح أشرح السل للناس. السل تيبركيلوز، قال الحافظ المناوي في فيض القدير، هو قرحة تصيب الرئة معها حمى دقيقة، وهذا هو التيبركيلوز. طبهم حاضرين، تيبركيلوز شهادة لكل مسلم يموت به. في صحيح مسلم داء البطن شهادة للمسلم أيضا، كان داء يصيب أسفل البطن، المعدة عفوا تتحرش وتتعفن فيموت صاحبها. كان بعض الناس يقول لك فتحوا المعدة تاعو لقاه سبه خلاص، عاود يغلقه يقول لك خلاص استنوا يموت هذا، فيموت بداء البطن. روى الإمام مسلم في صحيحه، الطاعون شهادة لكل مسلم. وإحنا رأنا في مناسبة الطاعون تاع كورونا وذكرناها هذه تاع كورونا، الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون هذا اللي يصيب جسم الإنسان فيموت به، فهذا بشارة من النبي. إن شاء الله الناس خوتنا اللي ماتوا بكورونا، نسأل الله أن يكتبهم الشهداء وأن تكون هذا حسن خاتمة، هذا فيه مواساة وتسلية لأهاليهم من بعدهم. إذا قلت الطاعون شهادة لكل مسلم. كاين حاجة خاصة بالنساء، النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أبو داود وأحمد بلفظين مختلفين، كل لفظ يحتمل حالة. لفظ الإمام أحمد يحتمل أن تموت حاملا، يقتلها ولدها، وليدها في بطنها مازال ما زيدتش فتموت به سبب الحمل، هذه خاصة بالنساء هي شهيدة. وقوله يقتلها ولدها بجمع يقودها بسرره، يعني بالسرة تاعه بالحبل المشيمة، هذاك الذي يربط الولد بأمه يقودها به إلى الجنة إذا كان سبب ماتت نفسا، هذه بشارة للمسلمات اللواتي متنا على نفاسها، هذه خاصة بالنساء دون الرجال. إذا كذلك أيها المسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة بعد ما قال الصحابة ماذا تعدون شهيدا فيكم. على كل حال كل جزئية جينا هذولا يقول فيها يعني روايات كذا، ولكن المهم أنك تفهموا المقصود. قال الشهداء خمسة وذكر صاحب الهدم. شكون صاحب الهدم؟ تعريف تاعو البسيط أنه تنهدم عليك دار أو يسقط عليك سور، إحنا نقوله مثلا في الزلزال. علماء المعاصرين من أولي الفقه والنباهة زادوا له حوادث المرور، ضحايا حوادث المرور، لأنهم يصابون بالصدم، وسرعة الصدم عند أهل الفيزياء لما تجمع سرعة المصدومين يعني أمر موش بالبساطة أن يموت الإنسان بالحديد. قال لك نرجو أن يكون شهيدا اللي مات بالصدم والحوادث، وما بالك ما كاش واحد في العائلة تاعكم ما ماتش بالحادثة رحم الله الموتى. إذا قال صاحب الهدم شهيد، والغريق شهيد، يموت غريق، سوى طفل يموت في بركة، ولا قادر طفل بيبي يغرق في بسينة، والله اللي يموتوا في البحر. احنا يسقسونا الناس يقول لك هذا اللي راح الحراقين، احنا 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 قلنا رحمه ربي واسعه، نجزاه الله من مات غريقا ان يكون من اهل الجنه. احنا نحذروا قبل ما يروح نقولوا له بالك راه انتحار، بصح الا مات نقولوا يا ربي يكون غريق شهيد. راك فهمت ولا الفرق؟ قبل ما يروح نقولوا له احذر، الغرق في البحار انتحار، بصح بعد ما يموت انا هنا نروح وش فايت لي نروح للنار؟ هو مسلم يشهد ان لا اله الا الله بينسب وان محمد رسول الله، حين معضلة ما تخيلش عندك جواب على كل شيء، يقول لك ما كانش يصلي، مش مصيبة هذه. ولكن احنا نقول نرجو له حسن الختام الغريق. وكذلك صاحب الحرق او الحريق او الحريق اللي مات بالنار، هاك شفتوا الحوادث تاع اللي صرات في المنطقة. على كل حال رحم الله الموتى، وتكلمنا عن صاحب الحريق شهيد بإذن الله تعالى، سواء كان بالنار التي توقد في الحطب وغيره أو الكهرباء. الكهرباء أيضا نوع من أنواع الاحتراق. إذا هذا أيضا بشارة من النبي لصاحب الحرق وصاحب الغرق وصاحب الهدم وصاحب السل وصاحب داء البطن وصاحب الطاعون والمرأة وغيرها، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، شهادة حكمية. وكذلك مما نختم به، الذي ليس له فيه يد وفضل من الله ورحمة وتنعم، ما رواه الإمام الترمذي وحكم الإمام الألباني على سنده بأنه حسن لغيره، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلتها إلا أمن الفتان أو قال إلا وقاه الله عذاب القبر أو فتنة القبر. وقاية من عذاب القبر وفتنة القبر أيضا حسن خاتمة، أن الله عز وجل إذا مات واحد منا ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، يعني هذه الأوقات الفاضلة كما رمضان كما الأشهر الحرم كذا، وخاصة الذي نص عليه
يوم الجمعة قال لك يقيه الله عز وجل من فتنة القبر، وهذا محض تفضل وتنعم من الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أن نعلم شيء، أن الخواتيم ميراث السوابق. ما معنى هذا؟ سنذكره بعد قليل. الكلمة التي ينبغي أن تحفظ ما رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالخواتيم، ولكن العلماء لما نظروا في مجموع النصوص قال لك الخواتيم ميراث السوابق. ما معنى ميراث السوابق؟ شيء اللي عشت عليه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ببساطة يعني انت اذا كان دائما راك من اهل العمل الصالح، او دائما من اهل الاذكار وقراءه القران ومن العمل الصالح والصدقه ومساعده المحتاج والتويزا والفولونتاريا وغيره، انت راك انسان راك موفق بكل صراحه، فضل من الله ونعمه. وبالك ما يعرفكش الناس كما بعض المشهورين او بعض المتطاولين كما نقول، او ليس بالضروره ان تكون مشهورا، قد تكون تقيا نقيا خفيا لا يؤبه بك ولا يسمع بك، وقد تكون مشهورا، وهذه عاجل بشرى المؤمن. صافي باللي معروف بالخير انه مرائي، والله حذاري، عاجل بشرى المؤمن ان يشاع في الناس انه حسن او طيب، كما جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره ان الانسان اذا شهدوا له زوج، في روايه ثلاثه ولا اربعه، فانهم اهل الجنه، يشهد الله الناس له. اذا شهدوا الناس على واحد يا لطيف فنعوذ بالله، ما عليه غير يبدل السيره ولا يوجد روحه، ونعوذ بالله. مش الناس يقول لك انا ما على بالي حتى بواحد، تهين انت يا تمرك، الناس راهم يديروا المعاصي والله يتكبروا والله يحقروا الناس هكذا عيناني، والله راه شايف الناس شغل ما كاين، ولكن يحذر، الشهادة تاعنا تؤثر فيك. وقال الكبار السن من القدامى رحم الله أجدادنا، قال لك شهود الدنيا شهود الآخرة، هذه صحيحة موجودة في الحديث النبوي. إذا كيف يوفق المسلم والمسلمة إلى حسن الخاتمة؟ هنالك أسباب نذكر بعضها. أولا الإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا. إذا الإيمان اللي هو المعتقد الصحيح، حذاري من الوقوع في الشركيات، الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا الشرك الخفي، هذه أمور تفسد عليك خاتمتك فاحذر منها. فالإيمان الصادق الصالح كما ذكرنا الجمعة قبل الماضية، أركان الإيمان وعقيدة المؤمنين عموما وأهل السنة والجماعة اللي هم عموم الناس، أهل السنة والجماعة ما عندهم شكل معين ولا لبسة معينة ولا مظهر معين، هي عبارة عن اعتقاد في القلوب وأعمال يمارسونها، وليس من يزعم أنه يحتكر هذا السبيل ويقول شكله كذا أو يعرف فلان أو يعرفه فلان، يعرفك الله هذه تكفي. إذا أهل السنة أهل الفطرة أهل السنة والجماعة من عموم الناس على الإيمان الصافي بعيدا عن الشرك، لازم تتعلم ولازم تسأل حتى تتجنب الشرك وتكون على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الإيمان الصافي هذا الذي يجعلك على الفطرة السليمة التي تجعلك مؤهلا لحسن الخاتمة. ثانيا إن الذين قالوا ربنا الله الإيمان ثم استقاموا، الاستقامة هو العمل الصالح كما قلنا في الحديث الأول تعليم ما أحمد وغيره، يوفقه إلى عمل صالح. كيفاش توفق العمل الصالح؟ كي تكون مكثر من الأعمال الصالحة، حريص على كل ألوان الأعمال الصالحة. سبحان الله، في مصادفة، هي عند الله قدر، احنا نقول مصادفة، نبي جلس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، قال من منكم من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أنا. قال من أطعم مسكينا؟ قال أنا. من كذا؟ أنا. قال سبحان الله، قال ما اجتمعت في أحد إلا دخل الجنة. إذا هذا أسك جات صدفة هكذا، واحد جام يصدق ولا جام يقرأ قرآن ولا عمره ما صام ولا عمره ما تبع جنازة ولا عمره، فجأة في نهار واحد يديرهم كل، لازم في العادة تكون هذا هو همه، من كانت الآخرة همه وكانت الآخرة همها، تكون امرأة صالحة هذا هو همك، تعد همك الآخرة بإذن الله، بإذن الله توفق بحسن الخاتمة، هذه مضمونة من عند الله سبحانه وتعالى. الإكثار من الأعمال الصالحة. كذلك من الأمور كثرة ذكر الموت، كثر ذكر الموت، أكثروا من ذكر هذه اللذات، لأنك إذا ذكرت الموت قصر أملك ونشطت روحك واستعدت للآخرة قبل أن تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، خلك تعمل في الصالحات وتنتظر لقاء الله وتحب لقاء الله فيحب الله لقاءك، إذا غفلت عن ذكر الموت وذكر حسن الخاتمة وسوء الخاتمة كما الجمعة هذه، وش المقصود منها؟ اي والله غير صح، كل واحد غافل وناسي، غير مشاريع الدنيا معليش دير مشاريع الدنيا المباحة وجد المستقبل ولا راح تتزوج زوج ولا راح، ولكن لا تغفل عن لقاء الله.
لا تغفل عن الدار الآخرة. من الأمور التي توفقك إلى هذا حسن الظن بالله. احنا نحسن الظن بالله أن الإنسان المسلم والمسلمة اللي راه في الجملة صالح، لأنه ما كاش قال 100%، عنده ذنوب عنده خطايا، لكنها تذوب في بحار حسناته، فإن الله يكرمه ويوفقه إلى حسن العمل أو إلى الحسن الختام. هذا ظننا بالله، بلك ظن ظن السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وأرداكم فأصبحتم من الخاسرين، كما في سورة فصلت. إذن حسن الظن بالله لأن رحمته سبقت غضبه، وربي عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأنه يكافئ بالأضعاف ويعامل بالفضل، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. أخيرا حاجة سهلة، كثرة الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي وغيره أن النبي عليه كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال رجل يا رسول الله جئتنا فأمن بك، أتخاف علينا يعني ممكن بدل الدين؟ قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إنسان دائما يخشى على نفسه من سوء الختام ويسأل الله التثبيت. يا مثبت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء الصالحين كما في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، كما في سورة التوبة إن الله بكل شيء عليم. إذن ومن الأحاديث الغريبة العجيبة ما رواه الإمام الطبراني وحسنه الألباني قال النبي عليه السلام من دعائه يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. أول مرة نسمع الحديث هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ولي الإسلام وأهله مسكني والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، كما جاء في سورة الأعراف. يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لازم نتعاون على أن نكون جميعا ناجحين. على تحب تروح غير أنت الجنة سيدي؟ كما في النجاح في الدنيا لازم تحب الخير للناس، خاصة يوم القيامة المؤمنون إخوة، ولابد نتعاون جميعا البر والتقوى، نتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يحب المسلمون بعضهم بعضا ويتأخون في الله سبحانه وتعالى. بهذه الأسباب التي يعني اختصرتها بإذن الله عز وجل تكون قد أعددت العدة لتوفق لحسن الختام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن الختام.